صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. بغيت نقول لكم صباح الخير وصباح النور وصباح الورد والياسمين من هذا المنظر الرائع الزوين لحدايا. نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. يا سلام، منظر زوين. بنات اليوم جيت نديرو واحد الدوره في واحد المغازه اللي كاين حدايا، مغازه سبور. هي دي ستوكاج ديما في الناسيونال 3 في بوندي. مغازه سبور فيها لي توني دو سبور، فيها لي باسكيت، فيها كلشي، وديما كتكون دايره دي بروموسيون. وخصوصا دابا سي زعما سي الوقيت ديال الدخول المدرسي، الوليدات كتعرفوا كنشريو لهم دي باسكيت، كاين دي توني دو سبور وبزاف د الحوايج، وحاطه دي بري ريزونابل. قلت بوركوا با نبارطاجي مع الحباب اللي كيسكنوا قراب ليا هنايا، والناس ياخذوا فكره، الناس ياخذوا فكره يعني هذا الشيء اللي كاين. وبغيت نوري لكم حاطين بصراحه حويجات زوينين يعني انتريسون، واليو باش نشريوها بثمن زعما زايد، علاش لا نوريو لبعضياتنا. اون فات هذا الشيء اللي كاين الحبوبات ديالي. نتمنى لا فيديو تعجبكم، نخليكم مع لا فيديو تشوفوا. انا صورت شويه هكا، وكاين حداها عاوتاني واحد المغازا حتى هي في المام في الناسيونال، حتى هي كاينه، حتى هي عندها، هي شويه عندها الجديد على هاد المغازا الاولى. في الصراحه المغازا الثانيه اللي غادا تشوفوا فيها الجديد على هاد المغازا، هذه فيها شويه دي موديل قدام، والاخرى فيها دي موديل جداد. غنخليكم تشوفوا لا فيديو، جيسبر لا فيديو تعجبكم، ونخليكم
بالنسبه لهذا لي ساك هادو الشو زعما لا اول صراحه لي بري تاع زوينين وعندهم حتى دي بونطالون جين كيكونوا زعما ماركه ودي بري شي انا رخيص بزاف كاين كاين بزاف الموديلات اون فات كاين بزاف الموديلات بزاف ديال الموديلات اللي كاينين زوينين و ولي بري ديالهم عاوتاني كاين ديال الرجاله كاين البنات كاين الدراري الصغار كاين البنات الصغار باتي دخلت للدار
غادي ندير واحد الطويجين بولي مع البصله خضاريه ومطيشه سوغيس، كيجي زوين هكذا. فرشت له البصيله وندير البصله خضاريه، بسم الله، والزيتون والحامض المصير. هذا هكا بحال هكذا، هكا ندير هذا حوالمد هكا. الحامض تبارك الله. دابا نحط لكم الوصفة ديالو، يوجد الحامض، نوري لكم. انا كنت حطته في الانستغرام، دابا نحطو لكم. علم الزينات في الصراحة والله ما كيحشم. كنقول لخديجة اختي لهلي خطيك شكرا بزاف بزاف. هذه الوصفة ديال تميمة الله يرحمها، ديال مي خديجة اختي مسكينة، هي اللي عطاتها ليا والله ما حشمني. مالف كي حشاكم كيخماج ليا كيخسر، يعني ما كيجيش مزيان. وهذه جاتني علم الزينات. دابا ثاني مرة اللي كنرقد بوحدي الحامض. انا بزاف الحوايج كاع ما كنت كنديرهم، انا كنت كيجيوني من المغرب. ايوا بديت كنشمر على دراعي صافي. والطواجين ديالي غادي يطيب، وجيسبيغ هذاك الشيء اللي صورت في المكازا لقيت هذا، لقيتها فيها اون بروموسيون والله الا زوين. دابا بالنسبه للدخول ديال المدرسه للدراري باسكيطات، فيها باسكيطات زوينين. جيسبيغ لا فيديو يعجبكم. ايوا بقي مني طيب ليا هاد الطواجين ديالي، غادي نوريه لكم كيفاش جا. شويه ديال الزويته ديال العود، ندير له واحد هذا واحد البلاستيكه باش دغيا يطيب ليا هو، ما غياخذش بزاف ديال الوقت. عا كندير له واحد البلاستيكه صغيره هذيك ديال الكونجيلاسيون، كنقطعها نحطها ونغطيه. او فوالا بنات، الطواجين ديالي جا على هذا الشكل هذا، والله دابا شهيتكم فيه، كيجي على مزوينات. ايوا هذا هو الحبيبات ديالي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والجوله اللي درنا في المكازا تعجبكم. وشكرا لكم بزاف، الله يخطيكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، تبقاو على خير.